أعلنت شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية تحملها للتكلفة الكاملة لطائرتي منتخب مصر والجماهير المسافر لدعمه في مباراته الفاصلة أمام السنغال. وأكدت الشركة فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات وتذليل الصعاب سعيا لتسهيل رحلته للعاصمة السنغالية دكار من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناص تذكرة العبور إلى بطولة كأس العالم 2022. ويأتي القرار في إطار دور شركة بريزنتيشنز سبورتس الداعم للرياضة المصرية ومساندتها المستمرة لقطاع الكرة.